مرحبا، معكم كارمي الشماس. اليوم بدي خبركن مواليد برج العقرب عن الأسبوع، كيف بده يكون الأسبوع من التنين 2 للأحد 8 ديسمبر كانون الأول. شو هي التوقعات؟ شو هي الأخبار اللي ناطرتكم بهيدا الأسبوع؟ أسبوع مهم لأنه كوكب المشتري ينتقل من بيت المال لإلكن لبيت الشغل، فحضروا حالكن، التغييرات رح بتكون مقبلة عندكن على صعيد الدراسة، على أيضا صعيد المهني، وأيضا على صعيد يمكن حتى الأمور الاجتماعية. رح أحكي عن هذا التأثير مطولا في فيديو آخر عن تأثيرات كوكب المشتري لكل الأبراج. المهم بهيدا الأسبوع شو في عند مواليد برج العقرب وأيها الأيام الأفضل لحتى أنتم تقدروا تبرمجوا أسبوعكم وأعمالكم. حابب أذكركم أنه تتابعوا أيضا الأبراج الشهرية وتتابعوا الأبراج اليومية. يوم الاثنين 2 ديسمبر هو اليوم الذي ينتقل فيه كوكب المشتري من القوس للجدي، وذلك بتمام الساعة 6:21 دقيقة المساء توقيت العالمي غرينتش مين تايم، يعني الساعة 8:21 دقيقة توقيت بيروت المساء. خلال كل هالنهار الشمس أصلا موجودة ببرج القوس كل هالفترة، أول 3 أسابيع من الشهر كل هيدا النهار القمر موجود ببرج الدلو يلي هو ببيتكن بعقر داركن من يوم الأحد من 1 ديسمبر. يعني في احتمال أنه مولود برج العقرب يوم الاثنين ما كتير مرتاح، خلقه ضيق، بينزعج بسرعة أو بيعصب بسرعة أو بيضيق خلقه، بمعنى أنه معقول يكون انفعالي شوي. في احتمال ما يكون انفعالي، في احتمال يكون مشغول باله على مسألة خاصة. بجميع الأحوال النهار مش بالضرورة أبدا يكون سلبي. 3 الأربعاء والخميس القمر موجود ببرج الحوت يلي هو صديق لكم، تحديدا من الثلاثة الساعة 7:12 صباحا غرينتش مين تايم للخميس الساعة 8:15 غرينتش مين تايم المساء. يعني في عندكم 48 ساعة القمر موجود ببرج الحوت صديق لكم. أنا بعتبر هيدي الفترة هي الأفضل بكل هيدا الأسبوع، هي الفترة اللي بتساعدكم، هي الفترة اللي بتخليكم توصلوا لشط الأمان، وهي الفترة يلي لازم تستثمروا فيها كل طاقاتكم لحتى تخلصوا أي معاملة صعبة، تحجزوا مواعيدكم خلالها وتقدروا تتنقلوا وتتحركوا بإطار مهم جدا، لأنه نوعية الوقت أفضل من بقية الأيام. بيبقى عليكم انتو تختاروا. انا علي اعطيكم نوعية الوقت، الاحوال الفلكية مثل الاحوال الجوية بعطيكم نوعية الوقت وانتو عليكم تتصرفوا. هي الفترة الافضل، مع انه في مربع بين القمر والشمس، لكن بالنسبة لكم انتو على شط الامان. اذا الخميس المساء 10:15 المساء توقيت بيروت الخميس، القمر بينتقل من برج الحوت وبيروح لبرج الحمل، وبتدخله في مرحلة من الشغل، من الاهتمامات، يمكن تكون مسائل مالية، يمكن يكون في بعض العمل وبعض الشغل وبعض المسؤوليات بحاجة إلى قرض، إلى مساعدة، إلى دين، إلى طلب خدمة، إلى طلب مساعدة، يمكن يكون في امتحانات عم بتحضروا لامتحانات كتير مهمة. هي مرحلة نوع من مواجهة أو نوع من امتحان وتقييم لإلكن، فيكون دراسي اجتماعي أو حتى مهني، ويمكن يكون في مصاريف على مسائل طبية أو استشفائية، أو فقط عم بتدللوا حالكن، عم بتكافئوا حالكن، بدكن تنتبهوا شو اللي عم بيصير. إذن بكرر، من الخميس خليني نشوف، من الخميس 10:15 المساء توقيت بيروت حتى الأحد 7:30 المساء 9:30 المساء لحظة خليني ارجع عيد، بعتذر منكم. الخميس الساعة 10:15 المساء بتوقيت بيروت القمر ببرج الحمل، ويبقى في برج الحمل حتى الأحد 8 ديسمبر الساعة 9:30 صباحا توقيت بيروت. ليش عم برجع بذكرها؟ لانه عندئذٍ بهديك اللحظه يوم الاحد ينتقل القمر الى برج الثور يلي هو برج معاكس لكم، وهو مزعج لكم، وهو بخربط بعض المعادلات. ففيكم تتوقعوا انه يوم الاحد معقوله تنقلب فيه بعض الامور، او تتفاجئوا بحدث تغيير، او بحدا غير رايه، حدا ما بقى بده، او انتم يمكن تكونوا سبب
إزعاج أو استياء أحد الأشخاص، فانتبهوا يوم الأحد. لأنه كوكب المريخ ببرجكم، كونوا حذرين كل هالأسبوع من السرعة، من المشاكل، من الخلافات. مواليد 1 لـ5 نوفمبر تشرين الثاني، ضروري تكونوا حذرين. هيدا كان الأسبوع لمواليد برج العقرب. تابعوا الأبراج اليومية والشهرية، بتاخدوا تفاصيل كمان إضافية. بودعكم، باي باي.